السلام عليكم عودة إلى نظرية التطور وداروين الحقيقة الحلقات القادمة هذه الحلقة والحلقات القادمة فيما بعد عشر حلقات أو 12 حلقة لا أعرف ستكون في الفترة من حياة داروين من سنة 1846 إلى سنة 1851 يعني خمس سنوات نرى الأحداث التي وقعت في هذه الفتره بالنسبه داروين حياته الخاصه وبالنسبه نظريه التطور الى اين وصلت اذا نحن الان في العام 1846 داروين عمره 37 سنه والحقيقة لربما الشخص اللي يشوف فقط هذه الحلقة يعني لن يجد فيها ذلك الشيء المميز جدا لكن مع بقية الحلقات القادمة في هذه الفترة من سنة 1840 إلى 1851 سوف يجد شيء الكثير ضف إلى ذلك الحلقات السابقة الأربعين أو الخمسين لا أعرف كم حلقة وصلت عن دار ونظرية التطور سوف يكون لدى المثقف لدى الطالب لدى أي شخص يطلع على هذا يريد أن يطلع على هذه النظرية المام كافي في كل شيء سوف يكون عند المام عن نظرية التطور عن الانتخاب الطبيعي عن علم البيولوجيا عن غالاباغوس عن والاس اللي بنفس الوقت توصل لهذه النظرية وهكذا عن علم النبات مع العلم أنه هي ممتعة ما أقول هذا الكلام لأن هي حلقاتي ولكن قصدت قدر الإمكان أن أجعلها سهلة وبسيطة إذا نحن الآن سنة 1846 داروين عمره 37 سنة إذا نظرنا إلى داروين عن بعد لا عن قرب في هذه الفترة من حياته فسوف نجد شيء غريب جدا حدث له بعد ذلك ما هو؟ يبدو أن داروين وكأنه في حالة سبات في حالة توقف يبدو أنه تخلى عن فكرة الانتخاب الطبيعي كانت فكرة التطور بالانتخاب الطبيعي واضحة جدا في عقل تشارلز داروين وحتى في دفتر ملاحظات تتذكرون منذ سنه 1838 حتى انه كتب مقال عن يعني موسع وفيه روح نظريه التطور سنه 1844 قبل الاحداث اللي نتحدث عنها بسنتين واذا بملقى فوق على في المكتبه يعني بدون نشر ونعرف لن يطبع لن يقوم داروين بطبع كتابه اصلا انواع الى سنه 1859 بالتالي مع مرور السنين والايام داروين يقوم بامور يعني ليس لها علاقه بنظريه التطور التي يتجه لها رعايه الاطفال تجول في المنزل التصرف كشخص مصاب بوسواس المرض ايضا يقوم بعمليات تشريح البرقيل هذا المحار بالاستعانه بميكروسكوب تربية حمام وبعض الامور يعني البسيطه جدا. في وقتها نشر داروين بحوث صغيره في مجله علميه تدور حول موضوعات مثل الملح مثل الحبال التي موجوده في الدلو الذي في البئر مثل اشجار الفواكه مثل سلاله من الخيول القصيره وهكذا. لكن لا شيء عن نظريه التطور لا شيء عن التحول لا شيء عن النظريه ابدا. اخذ يقضي الشهور عند ينابيع المياه العلاجيه كان يتعالج سمح لنفسه بانه ينغمس او ينغمر في مياه بارده وان يتلفف بمناشف مبلله من اجل صحته لان كان يعاني كانت فتره من السلوك بالنسبه لدارون غير متوقع سوف تسمى بفتره تاخير داروين اذا يختلف الباحثون في هذه الفتره هذه الفتره من حياه داروين ما هو السبب؟ الحقيقة يوجد كثير من الأدلة الملتبسة ما يكفي لبناء صورة واضحة تعطينا بعض التفسيرات الممكنة ثمان تفسيرات تقريبا من ضمنها كان يخشى داروين أن ينشر النظرية لأنه يعرف أنها سوف تؤثر جدا وتثير المجتمع الفكتوري كلام غير صحيح تعميم واهي تفسير مبتذل يتجاهل المجتمع الفكتوري المتنوع تذكرون بالحلقات السابقه تحدثنا عن كتاب الاثار الباقيه الذي اثار ضجه الملكه فكتوريا نفسها قرات هذا الكتاب وعلى الرغم من انه مؤلف الكتاب لم يضع اسمه على كتاب الاثار الباقيه مع ذلك لا احد حاول يبحث عنه ويضعه بالسجن ابدا الرجل حر طريق تذكرون مؤلف الكتاب اسمه روبرت جرانت او كان استاذ جامعي يتحدث في الجامعة بيكون صخب حول الموضوعات نفسها اللي طرق الطرق لها بكتابه الاثار الباقية لطلبة الطب. هذا احد الاسباب انتهينا منه، طيب لربما هك كان دارون يخشى انه تسبب بنشر نظرية التطور والمناخ السياسي لم يكن ملائم، تذكرون ايضا تحدثنا عن هؤلاء الزعماء الشعبيين الجماهير الميثاقيين اللي يحبون يسوون حركة عمالية اضف لها الكنيسه راسخه حكومه عندها اسباب قويه من اجل ان تعتقل هؤلاء ربما يحدث عصيان مسلح مسلح هذا العصيان المسلح نتيجه علما للافكار اللاماركيه اللي اتت مستورده من الخارج من فرنسا افكار هدامه نحن نعرف ان داروين لم يكن يحب اي اضطراب ولا يحب اي عصيان ولا يحب اي تطرف داروين نفسه صاحب ارض ثري ينتمي لمن؟ لطبقه الساده كان مناصر تقدمي لحزب الاحرار اذا لديه ما يخسره في حال اضطراب وفي حال ان الوضع الاجتماعي ساق اذا هو لا يريد ان يدخل تحت اي رايه ممكن ان يستفاد منها سياسي ثوري طيب سبب اخر هل كان دارون متردد في النشر لانه ينتمي الى تراث جامعه كوسفورد بالتاريخ الطبيعي اللاهوتي لانه جامعه اكسفورد جامعة دينية معظم أصدقائه من المعلمين والطلاب هم أصبحوا رجال دين ورعون من الأنجليكان. هل كان أكثر تهذيب بحيث لا يريد أن يفاجئهم بالتطور؟ هل هذا سبب؟ أم احتمال أنه كان متردد لأن زوجته الورعة كانت تخشى عليه من النزعة المادية في أفكاره قد تكلفه خسارة روحه لربما. هناك احتمال اخر هل كان تحول في حد ذاته لا يثير قلقة بقدر ما يثير قلقة تبعات نشر نظرية التطور بالتحديد عن الإنسان الذي ينحدر من القرود من حيوانات أخرى هذا الأمر لربما هو اللي يثير أيضا هناك احتمال آخر الصحة المعتلة هي مبرر لهذا التلكؤ هل هو مصاب بمرض أو هو عجز حقيقي بحيث يقضي أيام طويلة وهو ممدد على الأريكة يتألم في حالة غثيان وخمول تتراكم أشهر من إنتاج فارغ لا يوجد أي إنتاج أيام تمضي هو مريض هل ربما أن يكون مرضه نابع في جزء منه من حالة نفسية بحيث هذه الحالة النفسية وكأنها تعطي إشارة إلى جسده أنه ارتاح هناك اضطرابات في جسمك يعني الحالة النفسية تخاطب الجسد أن هناك حالة في جسمك نريد إخراجها بهذا الهدوء لربما هناك احتمال آخر ربما كان داروين متأني جدا في نشر نظرية التطور لأسباب علمية وجيهة لأن معروف عن داروين تحدثنا عنه حلقات سابقة كان يجمع البيانات طوال الوقت كان يستكشف التداعيات المعقدة كان الفكرة هي ليست هينة فكرة أصعب مما تبدو عليها أبدا فكرة عظيمة جدا مزلزلة لذلك يجب عليه أن يقوم بصقل الحجج يجب أن يجري اختبارات تجريبية يجب أن يقوم بتثقيف نفسه في مجالات غير مألوفة من المعرفة يجب أن يكون الدار المعرفة بعلم الأجنة علم التصنيف علم تربية الحيوانات الداجنة علوم أخرى أنسجة فسلجة كلها مهمة بالنسبة له من أجل أن يثبت حججه وما تكون النظرية ركيكة مع كل هذا الوضع في الاعتبار المهمة الهائلة المتمثلة في تبرير تلك النظرية الهائلة هل كان معدل تقدمه معدل جدير بالتقد... بالتقدير السؤال هو هل هذا الكلام حقيقي أم ترى فعلا ظل منشغل أكثر ما ينبغي 21 سنة الهته ظروف الحياه، الهته مختلف الواجبات والمشاريع والمسؤوليات الانسانيه التي القتها الحياه في دروبه. كلها هاي اسئله والحقيقه انه اي سؤال من هذه الاسئله الثمانيه التي طرحناها عن الاسباب التي ممكن ان تجعل من دارون يتماهل 21 سنه في نظريته لربما كل جواب عن هذه الاسئله نعم ثمان اسئله نعم نعم لربما ثمان اسباب هي صحيحه دفعه واحده هي هي كلها أسباب حقيقية لذلك الغموض الحقيقي يكتنف النظرية هذه التي تتفاعل بها كل هذه العوامل معا مع ما لها من أهمية نسبية وما بيناتها من تفاعل متبادل معقد هذا أمر ما نستطيع أن نحسمه حتى لو قرأنا سيرة حياة دارون ليست فقط السيرة الشخصية بل حتى لو السيرة النفسية لا نستطيع أن نعرفها حتى لو بدينا نحلل تحليل غير مباشر لنصوص كتبت قبل قرن او نصف قرن من الان او من وفاه دارون، بالتالي دارون كان رجل شجاع كان رجل معقد، شجاع لكنه بنفس الوقت خجول، ملهم لكنه مضطرب، ذو عقل متالق، ذو قلب رقيق، ذو معده هذه المعده تترنح. بالتالي لو انه كان اقل تناقض واكثر شفافيه لما اثار كل هذا الاهتمام. لكن في هذه النقطه يمكن لقليل من تنظيم المعلومات من العمليات الحسابيه ان نساعد على القاء نظره اكثر قرب عما كان يصيب دارون. كان دارون مثل ما ذكرنا عمره 37 سنه في خريف سنه 1807 عفوا 1846 كان عمره 37 سنه. خلال العقد الذي عقب مغادرة السفينه بيجل تحدثنا عنه في ميناء فالموت نشر لك كتب ثلاث كتب. كل هذه الكتب متعلقه بامور الرحله. بحثين جيولوجيين احدهم عن الشعاب المرجانيه والاخر عن الجزر البركانيه. ثم نشر كتابه الذي يتحدث عن يوميات من رحله السفينه بيجل هذا الكتاب الذي نال شهره واسعه وانطبع مره ثانيه وثالثه وغيرها. وعنده كتاب ثالث جيولوجي يتحدث عن امريكا الجنوبيه، هذا الكتاب الان عمره 37 سنه داروين، الكتاب موجود مسوده عند الناشر باي لحظه يطبعه. مع ذلك حرر داروين خمس اجزاء من سلسله علم حيوان السفينه بيجل ونشر في اكثر من عشرين ورقه بحثيه كانت معظم هذه الاوراق قصيره وكذلك خفيفه بنفس الوقت لكن عند ورقه جدا مهمه تتذكرون في احدى الحلقات تحدثنا بها عن مصاطب غريبه موجوده في اسكتلندا في منحدرات اسمها منحدرات جلين روي مصاطب تكونت للجلوس وكانها يعني من عمل عامل بينما هي متكونه بطريقه طبيعيه. الكلام هذا باسكتلندا في احد المرات زارها فقرر ان يبحث عنها بحث طويل، هذا البحث كمل دارون ب 72 صفحه نشر في مجله جدا مهمه هي الوقائع الفلسفيه للجمعيه الملكيه. اورد فيها دارون امر مهم اورد فيها كل الحجج على انه هذه المصاطب كانت شواطئ بحر قديمة تكونت عندما ارتفعت مستويات المحيط في جلين في اسكتلندا أثناء انخفاض الأرض في العهود القديمة هذا بالضبط اتفق مع النظرية التي تشرب بها دارون من صديقة مؤسس علم الجيولوجيا الحديث تشارلز ديل التي تقول أن ارتفاع وانخفاض مستويات الأرض يلعب دور كبير في تشكيل الملاحة الجيولوجية وتحديد أماكن الحفريات ورقة بحثية عظيمة جدا جديم روي أسهمت إسهام جدا كبير ونشرت في دورية علمية لها مكانتها أيضا كان لهذا البحث دور جدا عظيم لأن دار معروف صاحب سمعة صاحب صورة مهمة علمية ذاتية مشهورة وأيضا احتوت نظريات جدا جريئة إذا كانت لها أهميتها في الأوساط العلمية وايضا سوف تكون لها اهميه عندما يثبت خطاها تلك هي المشكله سوف يثبت خطا تلك النظريه مما سبب حرج كبير جدا لداروين والحقيقه هذا نستطيع ان نضيفه لتلك الاسباب ما اذكر سبعه وثمانيه تكلمنا عنهن اذا ثمانيه هذا السبب التاسع واذا سبعه هذا السبب الثامن اللي هو انه داروين انحرج حرج كثير كبير عندما كتب ملاحظاته او ورقه بحثيه نشرت بمجله علميه قراها كل العلماء عن مصاطب في اسكتلندا واذا بها تثبت خطاها ففي الحقيقه نستطيع ان نضيف هذا احد الاسباب الحرج الناشئ عن ورقه جلين روي في اسكتلندا التي كانت سبب في تاخره عن نشر نظريه التطور. انتهت هاي الحلقه وشكرا لكم.